السلام عليكم، مش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كريمة كاتيا للمواضيع المختلفة. يوم الصباح يطاو لي لا كلينيك، قالوا لي بانك ارجون خاصك تفتح على داك الحجر، ارجون خاصو ضروري تحيد من المرارة. والمرارة من الاعصاب اللي تعصبت مع هذيك السيدة، قصت ما رضيتش داك الشيء، داك الشيء اللي دار ليا. قسما بالله المراره منفوخه لي قد شنو هي، وخاصني ارجون ندير العمليه. دعوا معايا اخوتي، غدا عندي العمليه ان شاء الله الا بغى الله يا ربي. ايوا كيف سمعتوا رضا والشنوية كيقول انه عنده عمليه اللي هي خطيره على المراره، واللي كيقول ان السبب في هادشي كامل هي ايه بشري. فهاديك الفقصه اللي تفقصها معاها والفراق اللي جا بيناتهم هو اللي كان السبب. كنت حطيت لكم في واحد الفيديو بانه قال 3 ايام دازت عليه كحله معنى الكلمه. فنخليكم دابا تسمعوا من بعد ما دخل السبيطار شنو غادي يقول لكم بخصوص هذا الموضوع. خليكم مع الفيديو. دوزو بخير، دعوا معايا، عافاكم، دعوا معايا، دعوا معايا، دعوا معايا، دعوا معايا. ايوا كيف سمعتوا اخوتي اخواتاتي، رضا والشنويه كيطلب منكم الدعاء ليه لانه داخل العمليه. فالله يشفي اي مريض، والله يقعد بوسادهم كاملين يا ربي، وما نساوش خوتنا في غزه، الله ينصرهم على اعدائهم. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.